انا اعتبر من رابع ابتدائي في المية. ربنا بيرزقنا حسب تعب البني ادم في البحر. والارزاق دي بتكون طبعا على الله، لان بترمي شبكتك مش بتاخد حاجة منها. انا اسمي سراج عاشور حسنين الزينية قبلي. بالصياد هنا في البحر بصطاد السمك سواء قرموط او بلطيق، والمهنه صياد من وانا صغير في البحر يعني. ربنا بيرزقنا حسب تعب البني ادم في البحر، والارزاق دي بتكون طبعا على الله، لان بترمي شبكتك مش بتاخذ حاجه من حد. تمام، الله الرزق عليك يا رب، وربنا يرزقني برزق ويلات يعني في البيت كلام. انا اعتبر من رابع ابتدائي في المي. ما شاء الله. الجيش قضيت الجيش ورجعت برضه نفس المهنه ثاني. عندي 54 يعني. انا لو معي شغل مرمي في الميه بقوم هي والقرايه بتقرا بتاعت القران الصبح بدري الفجر يا اما اصلي في البيت واتوكل على الله بعد كده على طول، يا اما اجي اصلي هنا. نعم. فاليوم بيكون معك شبك في الميه رميه كده على اساس تسرزب منه والكلام ده، عبال ما تلمهم وتصفيهم وتريح نفسك وتاخد لك كمان كام لفه كده بحيث تزود دخلك في البيت. تاخد بعضك وتتوكل على الله. انما المعيشه ما بقيت زي الاول يا باشا. يعني وضع المعيشه حاليا مش زي الاول. زمان كان في سمك كثير في البحر. وتشوف سمك يضرب على وش الميه كده حاجات حلوه تفرح يعني. تمام. ظلك موجود سمك مش كبير يعني صغير، حتى رزقه بيبقى ايه ضعيف شوي. هنا بيبدا طبعا البلطي. والبياضة اللي هي الفتيلة والفرفور والشلباية والعنز. بالنسبة لكواجه هنا اشتغلت حوالي 7 سنين 8 سنين زي كده يعني. السمك ده حسب الإنسان اللي عاوز ياكل سمك، بيقول لي أنا عاوز لي مثلا 5 كيلو 3 كيلو. أنا بأخذهم وأوديهم لغاية بيته وأقول له تفضل. الناس الحبايب بيقول لي تعز علي ولا أعرفها. كمية ضعيفة ما تستحملش إني أدي تاجر، إنما لو كثير حد التاجر حبه مبسوط لأن حدليهم في مكان واحد وروح.